إصدار الأخير، الكتاب الأخير تناولت فيه إشكالية ديال الفئة العمرية اللي تنسميوها بشكل عام السن الثالث لي سينيور، وبالخصوص ديك الفئة العمرية اللي ترعرعات في مدينة الدار البيضاء، اللي تزادوا في مدينة الدار البيضاء واللي تنسميهم بيضاويين. السؤال اللي تطرح في هذا البحث هو يعني كيف هذه الفئة العمرية كيف تتصور وتسائل نفسها من خلال المدينة اللي ترعرعت فيها مدينة الدار البيضاء، واللي ظهر بشكل جلي في البحث وهو أن كاين اش غنقول الناس تعيش ما هو إيجابي من خلال طبعا حياتهم في مدينة الدار البيضاء، وتيسطروا بشكل كبير كذلك على ما هو سلبي بحكم التغيرات اللي عرفتها المدينة وبالخصوص التغيرات السلبية. إذن مجمل القول هو هذا اللي تم دراسته في هذا الإنجاز الأخير. أنا تنتكلم دابا على ضوء المعطيات، بالنسبة للمعطيات سطرات على ما هو سلبي وما هو إيجابي، أن الناس عبروا بتلقائية على التصور ديالهم من مدينتهم الدار البيضاء، إذا لقوا فيها ما هو إيجابي ولقوا فيها ما هو سلبي. اتجاه غالب ما هو سلبي أكثر، لأن من اللي تيشوفوا التغيرات بحال هذيك الفئة العمرية ما بقتش تتحكم في التغيرات اللي تطرأ على مدينة الدار البيضاء. هو الفرق بين الناس اللي عاشوا تم دروس أو قرأوا أو مثلا وصلوا للمستوى الجامعي نوعا ما تحلوا وتتكون عندهم شوية ديال الموضوعية ولو هما تيدوا بذاتية، في حين بأن الناس ما يسمى الناس العاديين لي سيتويان اوردينير دائما تيدوي بوجدانية وبإحساس وتيغتص في الحنين وبالخصوص ما هو سلبي. هذا هو اللي برز بشكل كبير في الدراسة. الإمكانيات المادية اللي عند واحد متقاعد وعنده دخل، ماشي هي الإمكانية عند واحد اللي ما عرفش التقاعد، بأنه من اللي بدا يخدم تيبقى يخدم حتى كيف تنقولوا حنا حتى يرزم سيتادير ما تيبقاش يقدر يخدم. إذا هذا هو إن شاء الله حول النظرة الدونية اللي تتعاني منها المرأة المطلقة في مدينة الدار البيضاء.